إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء نستهلها بالعناوين. البلاد تحتفل يوم غد السبت بمناسبة توقيع الاتفاق الدستوري وبداية الفترة الانتقالية. والنيل الأبيض المكلف يقف على عدد من قرى الولاية التي تأثرت بالسيول والفيضانات. بعد أدائهم شعائر الحج الفوج الأول من حجاج السودان يصل مطار الخرطوم. أهلا بكم مشاهدينا. تحتفل البلاد يوم غد السبت بتوقيع الاتفاق الدستوري وبداية الفترة الانتقالية، هذا وأعلنت قوى الحرية والتغيير عن البرنامج المصاحب لتوقيع الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية المقرر له غدا. ومن المتوقع وصول الوفود المشاركة من الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في الاحتفال. وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن يوم غد سيكون وطنيا خالصا، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق النهائي، ثم يكتمل البرنامج في ساحة الحرية التي سيتم فيها استقبال قطار عطبرة دعما لرمزية المدينة التي ساهمت في النضال خلال الثورة التي شهدها السودان مؤخرا. وأوضحت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير أنه سيتم التوقيع الجماهيري على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية والديمقراطية يوم السبت، وسيتم الترحم من جديد على أرواح جميع الشهداء الذين ارتقوا خلال 30 عاما الماضية. وكشفت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير عن إقامة معارض للشهداء بالإضافة لمعرض أرشيفي توثيقي للثورة، كما ستكون هناك وصلات استعراضية تراثية وفرق شعبية إضافة إلى الكرنفالات والأناشيد الثورية والاحتفائية. هذا وقد أكملت العاصمة الخرطوم كافة ترتيباتها لمراسم حفل التوقيع على الوثيقة النهائية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وقال معتمد الخرطوم صبري بشرى الشاذلي في تصريح للشروق أن لجنة الاحتفالات حرصت على إبراز الوجه المشرق للسودان، وذلك بعرض لوحات فنية تعبر عن تراث السودان وتاريخه المجيد، مشيرا إلى أن طريق الزوار يبدأ من مطار الخرطوم وينتهي في قاعة الصداقة الموقع الرئيس للاحتفال. في فعاليات تجهيز طريق الزائر، وطريق الزائر للوفود اللي متوقع تحضر عرس السودان وفرح السودان، وهو تنفيذ التوقيع بين طرفي الطرفين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. وأنا أفتكر دي خطوة انتهت لها جهود كبيرة جدا بالضبط قبلها، أوادي مفتوحة وقلوب مفتوحة وشارع يستقبل الزائر منذ أن يحط قدمه على أرض الوطن الحبيب، وحتى يغادر لابد أن يقابل مناظر مفرحة وجميلة. وعلى خلفية استعدادات البلاد لحفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، قال مراقبون إن الاتفاق من شأنه وضع البلاد في مسار جديد من التنمية والاستقرار. ويرى مواطنون أن من أهم مطلوبات المرحلة المقبلة بناء الدولة المدنية وترسيخ دعائم السلام والاستفادة القصوى من الطاقات والموارد التي تزخر بها البلاد. العاصمة الخرطوم أكملت ترتيباتها كافة لحفل التوقيع النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبدأت معالم الاحتفال واضحة على شارع النيل المؤدي إلى قاعة الصداقة محل الاحتفال. وتقول اللجنة الفنية إنها بدأت منذ وقت مبكر في ترتيب مراسم تليق بالمناسبة التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا، ووزعت رقاع الدعوة للدول الشقيقة وممثلي البعثات الدولية والسلك الدبلوماسي في البلاد. منذ أكثر من أسبوع تقريبا جارية لجان مشتركة ما بين مراسم رأس الجمهورية وما بين قوى إعلان الحرية والتغيير للترتيب والإعداد لحفل ومراسم توقيع وثيقة الإعلان الدستوري. تجري الدعوات، جرت دعوات وقدمت إلى مجموعات داخلية، إلى الطرق الصوفية ومجموعات الكنائس والشباب والمرأة، وقدمت إلى شخصيات وطنية.
وكذلك قدمنا الدعوات للبحثات الدبلوماسية، كما تم الدعوات لرؤساء دول الجوار متوقع حضورهم، وكذلك دعوات لسفراء دول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية كندا والنرويج وفرنسا وبريطانيا. افتكر حيكون حفل توقيع الوثيقة الدستورية فيه حضور كبير ويعني يليق بعظمة هذه الثورة. وتأتي خطوة توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين بعد مشاورات ومفاوضات امتدت لأكثر من 4 أشهر لم تخلو من الشد والجذب في كثير من الأحيان. فالخطوة بحسب مراقبين ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ السودان. نطلع على الإنسان، أنا دل بتمنى أن نطلع ويس التعليم بطور لنا البلد دي ويس ننمي عقل الناس اللي قاعدين ديل، الناس ديل حيرفعوا لنا البلد. ما نقول نشتغل طوب وحصاص وبناء ومباني وبتدا، الموضوع ما كده جسور وكباري، الموضوع نطور عقل الإنسان يا جماعة، نطور عقل الناس عشان يطور لنا السودان، وده اللي احنا محتاجين له. ونحن واقفين في حتة من بدري جدا واقفين فيها، عايزين نتحرك من الحتة دي. نتحرك فيها كيف؟ بالتعليم ويس، ده الشيء اللي انا بتمناه وان شاء الله جاي. الشارع السوداني صانع الثورة يتابع عن كثب الاتفاق بين الطرفين ويتطلع الى بداية عهد جديد للبلاد في ظل شراكة حقيقية تمكن الطرفين من عبور تحديات المرحلة واستغلال طاقات البلاد لمصلحة انسان السودان. في تاريخ السودان الحديث اتفاق نهائي بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير، اتفاق للشعب السوداني ان يضع في مسألة والاستقرار والسلم. عمر العبد البشير الشروق الخرطوم. ولاية جنوب دارفور يترقب المواطنون التوقيع على الاتفاق الدستوري يوم غد السبت وسط أجواء يسودها التفاؤل ببداية مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وحل الضائقة الاقتصادية. ودعا سياسيون ورياضيون خلال الاحتفال بتوزيع المعدات الرياضية للأندية بمدينة نيالا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة القادمة على لم الشمل لكافة أبناء الوطن ومحاربة الفساد والجهوية والمناطقية من أجل بناء سودان المستقبل. لم يكن الوسط الرياضي بعيدا عن الهم الوطني الذي يشغل السودانيين جميعا هذه الأيام، وهو التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية لبداية الفترة الانتقالية في إدارة شأن البلاد في المرحلة القادمة عبر هياكل السلطة التنفيذية والتشريعية. فمناسبة توزيع المعدات الرياضية لأندية نيالا المقدمة من قوات الدعم السريع كانت فرصة لأهل الرياضة جميعا للتعبير عن تطلعاتهم خلال المرحلة القادمة وشكرهم لقائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لاهتمامه بالشرائح الضعيفة ودعمه المتصل للرياضيين والرياضة. حنشهد التوقيع النهائي والكامل على الوثيقة الدستورية تمهيدا لقيام الفترة الانتقالية بمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعدلية. نقول بعد اليوم لا فساد ولا محسوبية ولا جهوية، بل دولة ديمقراطية بإذن الله سبحانه وتعالى. معدات رياضية ودعم مالي مقدر للأندية بدرجاتها المختلفة وأندية الممتاز والوسيط بنيالة. تقول قوات الدعم السريع أنها جاءت عبر استراتيجية الاهتمام بفئة الشباب السواعد التي يعول عليها في قيادة التغيير المنتظر لبناء نهضة الأمة.
سيد قائد قوات الدعم السريع له اهتمامات خاصة ببرامج الشباب، البرامج الرياضية والبرامج الثقافية والبرامج الترفيهية. زي ما بكم كان وقود الثورة، ثورة التغيير الفاضل، أيضا احنا نصطحب معانا الشباب لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوداني، أن الشباب بزراعه الغوي وبتفكيره الناضج إن شاء الله بهم وعبرهم سنعبر بالوطن إلى بر الأمان. مهرجان تسليم المعدات الرياضية كان فرصة للرياضيين للتعبير عن تقديرهم لمجهودات قوات الدعم السريع في الأمن والسلام والاستقرار، وهي تتحسس مشكلاتهم وتفرض الحلول وتقف مع الأندية التي تستعد لبداية الموسم الرياضي الجديد بنيالة. احنا والله شاكرين ومقدرين لهم، وان شاء الله يعني ده بيدينا دافع فان احنا نقدم موسم رياضي 2019 بمقدرات ممكن تكون يعني اهلتنا، لانه وفر لنا كثير جدا. كل الدعم السريع، وهذا الدعم بيمثل انجاز كبير جدا جدا، لانه انديه نيالة انديه كبيره وعدد كثر وقلة المال، يكون وفروا لنا ثلاثة أرباع العمل والباقي إن شاء الله نحن نكمل إن شاء الله. هذا الدعم الكبير اللي قدموه للمجتمع الرياضي، ونعمل في إنه هذا الدعم المعدات الرياضية تعيننا في استغراق الموسم الرياضي. يترقب الشارع هنا باهتمام كبير لحظات التوقيع النهائي على مسودة الاتفاق بغية تشكيل الحكومة التي عليها البحث عن حلول لقضايا ظلت عبئا ثقيلا على المواطن، على رأسها قضية الاقتصاد والسلام والعلاقة الدولية. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، نيالة. وللمزيد من التفصيل حول ترتيبات الحدث التاريخي الذي تتأهب له بلادنا غدا، نسعد أن يكون معنا رئيس اللجنة العليا للاحتفال الأمين العام لرئاسة الجمهورية سعادة الفريق محمد علي إبراهيم حسن. السلام عليكم سعادة الفريق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله، والسودان دائما بألف خير. حدثنا أولا عن آخر الترتيبات التي قمتم بها ترتيبا وانتظارا ليوم غد إن شاء الله. بحمد الله سبحانه وتعالى يعني تم التجهيز والاستعداد لهذا اليوم التاريخي الكبير اللي هو مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية، وقد اكتملت كل الاستعدادات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحن جاهزين أنه نستقبل هذا الحدث يوم غد السبت 17 أغسطس في قاعة الصداقة إن شاء الله. ستبدأ ترتيبات يعني من المطار إن شاء الله حتى قاعة الصداقة، متى ستبدأون في يعني استقبال الوفود التي ستشارك وقد تمت دعوتها؟ نعم، حقيقة يعني بدأ استقبال الوفود من هذا اليوم. وصل عدد من الوفود من ضمنهم وزير الخارجية التركي، وهو الآن بين ظهرانينا في السودان، وتم استقباله الحمد لله رب العالمين، ومجموعة من وفود المقدمة من جنوب السودان ومن البحرين ومن الإمارات ومن عدة دول ومن جنوب السودان، يعني كلهم تحضيرا ليوم غد إن شاء الله السبت. لمن قدمتم الدعوة أيضا يعني لدول صديقة وشقيقة ودول جوار، دول شاركت عبر الوساطة أيضا، كما أن هناك منظمات تهتم بالترتيب بمثل هذه الترتيبات وحضور هذه الفعاليات. بحمد الله تم تجهيز لهذه الدعوات بحيث تشمل الإقليم، أول حاجة دول الجوار والإقليم والعالم العربي والعالم الإسلامي وبعض الدول الأوروبية وأمريكا، كل هذه الدول تم دعوتها، الصين، اليابان، جنوب أفريقيا، كينيا، تشاد، جنوب السودان، أثيوبيا، جيبوتي، أريتريا، اليمن، كل هذه الدول تم دعوتها بحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه الحدث حدث كبير ونحن دارين نعكسه بصورة كبيرة عشان يعرف القاصي والداني هذا الحدث، ويعلموا أن السودانيين إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يعني في توافق وفي انسجام. نعم، حدثنا عن الأصداء من خلال متابعتكم بالتأكيد ما بعد التوقيع على الاتفاق الذي سيتم غدا بصورة نهائية، ماذا بعد ذلك؟ والله نحن نتوقع انفراجا كبيرا في علاقات السودان الخارجية، من الإشارات التي صدرت من الوسطاء والمسهلين
وعدد من الدول يعني أبدت رغبتها في التعاون مع السودان في إشارات عديدة يعني للمراقبين يعني يرغبوها. نحن نتوقع إن شاء الله انفراجا في العلاقات الخارجية للسودان، ونتوقع انسجاما في الداخل السوداني، والداخل السوداني هو الذي يعني يثبت جدارته ويعني حقيته في هذه المرحلة في التنمية، في السلام، في التضامن، في الاستقرار وهكذا. نعم، نحن نتحدث إذن عن جانبين، هنالك جانب رسمي استقبال لوفود ستشارك غدا في هذا الحدث الكبير، وبالتأكيد هنالك وفود من كافة الشعب السوداني سيكونون حضورا. يعني هل تم الترتيب لحضور هؤلاء جميعا؟ ستكون هنالك مجموعات كبيرة من الشعب تريد أن تحضر هذا اليوم التاريخي. كافة أطياف الشعب السوداني تم دعوته، الحرية والتغيير بالطبع، القوات النظامية كلها، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، الجامعات، المرأة، الشباب، كل هؤلاء تم دعوتهم دعوة رسمية للحضور لقاعة الصداقة. المواطنون، أنا أتحدث عن ذلك. نعم، كذلك هناك يعني ترتيب لنوادي مشاهدة في الساحات في ولاية الخرطوم اللي هي في ميدان الأهلية في أم درمان، وفي ميدان السامراب، وفي ميدان بري، وفي ميدان الكلاكلة صنقعت، وهذه الميادين لها دلالاتها يعني في الثورة. لذلك أنا بكرر وناشد المواطنين أن يتجهوا إلى هذه المناطق أو المواقع عشان يشاهدوا هذا الحدث منقول حيا في ميدان الأهلية أم درمان، ميدان السامراب، ميدان بري، وميدان الكلاكلة صنقعت. نحن نشكرك شكرا جزيلا سعادة الفريق محمد علي إبراهيم، اقتلعناك اقتلاعا وأنتم ترتبون لحدث يوم الغد بمشيئة الله. نشكر لك حضورك، يعني هذا الزمن المستقطع ولكنه بداية عهد جديد لابد يسجل فيه الناس، حتى وإن كان ضغطا على أنفسهم من العمل وكذلك. أشكرك شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا لقناة الشروق، ونحن نتمنى أن تكون هذه الاتفاقية أو هذا التوقيع بداية لعهد جديد يلتف حوله السودانيين بمختلف مشاربهم عشان يقدموا نموذج للعالم إن شاء الله كما قدموا نماذج في الفترات السابقة. شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للاحتفال، سعادة الفريق محمد علي إبراهيم، كنت معنا هذا المساء، حياك الله. شكرا جزيلا. لحظة بس. وقف والي النيل الأبيض حيدر علي الطريفي ولجنة أمن الولاية على عدد من قرى التي تأثرت بالسيول والفيضانات بمحليتي الدويم وأم رمتة، وأشار الوالي إلى أن هذه الزيارة هدفت للوقوف ميدانيا على حجم الأضرار والخسائر جراء السيول والفيضانات، مؤكدا استمرار عمليات الجسر الجوي في تقديم العون الإنساني من المواد الغذائية ومواد الإيواء وأدوية الطوارئ للمناطق التي ضربتها السيول والفيضانات بمحليات الولايات المختلفة، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمتضررين. الحمد لله وتوفيقه، تعاون معنا إخوتنا في المجلس العسكري الانتقالي ورسلوا لنا حوالي 250 خيمة بإذن الله هي في الطريق قادمة. كذلك إخواننا في ديوان الزكاة تعاونوا معنا بمجهود كبير، إخواننا في الهلال الأحمر برضو، ولكن متوقع منهم زيادة لأنه الرقعة كبيرة جدا والمساحة محتاجة ل كثير جدا من الجهود المبذولة. كذلك أخواننا في الغرفة التجارية وأصحاب العمل في محليتي كوستي وربك بنتعشم أنه دعمهم يصلنا الليلة قبل بكرة. إلى ذلك امتدح والي النيل الأبيض لدى تسلمه قافلة ديوان الزكاة بالولاية جهود الخيرين من أبناء الولاية وديوان الزكاة في دعم الجسر الجوي بقافلة من المواد الغذائية ومواد الإيواء تقدر تكلفتها ب 800 ألف جنيه للمتضررين من السيول والفيضانات. وناشد منظمات العون الإنساني والخيرين من أبناء السودان الإسهام بصورة عاجلة في إغاثة المنكوبين في ولاية النيل الأبيض. ديوان الزكاة الحمد لله وقفنا مع حكومة الولاية ومع جهد الشعبي
كان ننقص اخواننا في الذين ضروا بالسيول في الولايات في مريمتا في الديوين في تندلت في حته السلام، والان وصلنا مواد غذائيه ما تفوق قيمتها 800,000 او 800 مليون، والان في مطار او قاعده كنات جويه وتحمل الطائره ليتم اسقاطها للفقراء والمساكين المحتاجين، وان شاء الله تم اتصال من مركز لدعمنا. فالحقيقه الموقف يتطلب المعاونه والمساعده، فالحوجه الان للايواء والغذاء ثم الادوات الصحيه، وان شاء الله اخواننا في مركز جزاهم الله خير دائما واقفين مع الولايه يدعمونا بالكميات من المواد سواء كان ايواء وخاصه او الغذاء. ونبقى في ملف تداعيات فصل الخريف في السودان، حيث أشاد والي كسلا محمود بابكر باستجابة جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع الدفاع المدني بتوزيع مواد غذائية ومعدات إيواء للمتضررين بعدد من محليات الولاية جراء السيول والأمطار، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. من جانبه شدد ممثل جهاز المخابرات العامة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تقديم يد العون لكل المتضررين، وأشار إلى أن جهاز المخابرات على اتصال دائم بغرف طوارئ الخريف. وصل مطار الخرطوم الفوج الأول من الحجاج السودانيين بعد أدائهم شعيرة الحج لهذا العام. وقال ممثل الإدارة العامة للحج والعمرة عرمان الحسين إن عمليات التفويج للحجاج السودانيين ستتواصل بدءا من اليوم جوا وبحرا، وأشار إلى أن عدد الحجاج السودانيين لهذا العام بلغ 32,000. كما أشاد بسلطات السعودية وجهود الإدارة العامة للحج والعمرة وتسهيلها أمور الحجاج مع توفير سبل راحتهم حتى أدوا مناسكهم. وفي السياق، أعرب عدد من الحجاج الذين وصلوا مطار الخرطوم عن ارتياحهم لمستوى الخدمات التي قدمت لهم خلال موسم حج هذا العام. من الخرطوم هنا لهنا والحمد لله كويسين جدا، ما في أي عدم، حجة شديدة السنة إن شاء الله، يعني ما في أي تعب الحمد لله. الحاجة شروق حسن الزبير سعد، وصلت الحمد لله بالسلامة إلى مطار الخرطوم، إن شاء الله حج مبرور وسعي مذكور والقابلة عندكم جميعا. تقبل الله منهم جميعا. أعلنت حكومة غرب دارفور عن خطة لرعاية وتأهيل الأطفال المشردين وإدماجهم في المجتمع، وأكد الوالي عبد الخالق بدوي لدى مخاطبته احتفال مشاركة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الأطفال المشردين فرحة عيد الأضحى المبارك، أكد أن الولاية تسعى مع الشركاء لتفعيل دور ومراكز رعاية الأطفال المشردين حتى تقوم بدورها كاملا في تأهيلهم وتدريبهم في المجالات الحرفية بغرض إدماجهم في المجتمع والقضاء على ظاهرة التشرد من خلال تفعيل قانون الطفل للعام 10 و2000 لحماية الأطفال وتجفيف مصادر التشرد اقتصادية كانت أو سياسية أو أمنية. بدورنا في ولاية غرب دارفور لن نالوا جهدا حتى إن شاء الله نعالج أمر هذه الشريحة الهامة من خلال إقامة الورش، من خلال إقامة الدورات التدريبية التي تستهدف الذين يتعاملون مع هذه الشريحة من باحثين اجتماعيين أو معالجين نفسيين، بالإضافة إلى تدريب الكوادر تابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية حتى تطلع بدورها كامل تجاه هذه الشريحة. نعلم أن هنالك مراكز لأيواء هؤلاء المشردين يجب أن تكون مهيئة بالصورة التي تليق بهم والتي تعوضهم الفقد الأسري إن شاء الله.